يعني اي اخصائي نفسي او اي دكتور نفسي لو ابتدى يدور في الحته دي، طبعا يدور على مستوى اللاوعي، لكن في المرحلة الزمنية الطفولة المبكرة. يعني إيه؟ يعني ما يسألش بشكل مباشر إيه اللي حصل في مرحلة الطفولة المبكرة، مش هيلاقي معنى عادة أو غالبا، يعني مش هيلاقي أي معنى، مش هيلاقي معلومات. لكن لو هو اتبع تكنيك التحليل النفسي وأدوات فرويد في البحث في مرحلة الطفولة المبكرة، هيقدر إن هو يوصل فين كانت الأزمة في المرحلة دي. إحنا اتفقنا إن أي اضطراب بيبقى ليه بعدين أساسيين هما اللي بيكونوا الاضطراب ده مع شوية أسباب أخرى. إيه هما البعدين؟ تنشئة اجتماعية وجينات وراثية. في الحالة دي تحديداً في الاضطراب بتاع اضطراب الهوية الجنسية، بيبقى من أهم أسبابه إن بتبقى الأم بتتعامل مع الولد على إنه بنوتة. مثلاً يعني هو الأم نفسها في بنوتة، كل خلفتها صبيان، وده الولد الوحيد اللي جه أشقر مثلاً، فتقوم بقى ملبسة توكا ومسميه اسم بنت ومتعاملة معاه لأنه بنت، أو إن هو الولد الحليوة شوية، أو إنه ولد في وسط بنات فتعامل زي البنات، بقى يلبس لبس البنات ويحط مانيكير زي البنات ومسمينه اسم بنت وبيلعب لعب البنات ومديله عروسة زي البنات. فهو في فكرة تكوينه لهويته في البداية في مرحلة الطفولة المبكرة هو بقى ضبابي، بس دي لوحدها مش كفاية لكنها البداية. فخلينا نقول إن الكل أم والكل أب نركز في إحنا اللي بنعطي المعنى الجنسي النوعي لولادنا، إحنا اللي بنقول له أنت ولد فخلي بالك أنت ولد، أو أنت بنت فخلي بالك أنت بنت، أنت بتلعبي بعروسة زي البنات، أو أنت بتلعب بقطرة أو بعربية زي الولاد. مش غير مقبول إنه يلعب بألعاب عكس جنسه، لكن مش هو ده اللي يبقى الطبيعي، مش هو ده المستساغ، ومش هو دوت العرف السائد.